الفكره اللي عايز اوصلها واللي عايز اقولها واللي عايز نشتغل عليها دايما، ان انت عندك شغل كتير جاي وعندك بطولات كتيره جايه. خسرت بطوله في البدايه اللي هي في شهر 11، كنت قريب جدا منها وكان عندك افضليه، لكن هي دي الكوره وانتهت، انتهت خلصت مش هترجع. لكن عندي ست بطولات يا جماعه، عندي ست بطولات مهمين جدا لازم اشتغل عليهم وانهي بشكل كبير جدا. انا متاكد ان المرحله دي نهايتها هتكون احسن كتير جدا جدا من بدايتها. هيبقى عندك صفقات كويسه، هيبقى عندك لعيبه راجعه وصفقات. يرجع لك اجاي زي الفل مفيش مشكله، يرجع لك علي معلول زي الفل مفيش مشكله، باذن الله كمان يا رامي ربيعه يكون 100 100، تمام التمام ان شاء الرحمن باذن الله. وبعد كده يبقى في نوع من الصفقات والتدعيم، ده هيبقى موجود ان شاء الرحمن، هيبقى موجود باذن الله، هيبقى موجود. تعمل فرقه تبقى هايله جدا بقى، تبدا من شهر يناير لحد شهر 6 او 7 او 8 هيتعقبهم او هيتخللوا، او هيبقى في خلال الفتره دي في سوبر محلي. من يناير هيبقى في سوبر محلي، وهيبقى في كاس مصر، وهيبقى في دوري، وهيبقى في البطوله الافريقيه. يعني انت بتتكلم من شهر يناير فين وانت طالع كده، يعني الاربع بطولات دول، في بطوله عربيه هتبقى ممتده ان شاء الرحمن، ادي 5، في سوبر سعودي، هو ده السوبر السعودي المصري، هو ده اللي هيبقى في الفتره اللي احنا فيها ديت. هأكد على المعنى اللي عايز أقوله، وهأكد على الكلام اللي أنا عايز أقوله. دايما في الحياة خلاص انتهت حاجة مش هتقدر ترجعها، لكن بكرة لازم أشتغل عليها، من بكرة لازم أشتغل على حاجات، بس أقف صح، أقف صح، أقف على حاجة صح، أقول ده تحديد كذا، وأكون دايما صادق مع نفسي. يعني دايما أبقى فيه، لا في نواقص في الحتة الفلانية، في نواقص في المركز الفلاني، في نواقص في المركز الفلاني، في ناس طالعة يعني زي هايله وجميله ولعيبه زي العسل، بس ممكن بعد سنه بعد سنتين. برشلونه وريال مدريد والاهلي يعني عندهم دايما حته اللعيب دلوقتي، بتاع دلوقتي، اللعيب ده دلوقتي، لو صدفت ان في لعيب صغير او لعيب انا جايبه من فرقه قليله، فرقه كبيره، فرقه صغيره، بس عنده المقاومات والصفات اللي تخليه لعيب سوبر، مفيش مشكله ابدا ابدا، يبقى يجي يلعب، يعني يجي يلعب. لكن لسه شوية ما عنديش مشكلة بقى يتم إعارته، يتم لعيب عنده يقعد سنتين في مكان، يقعد ثلاثة في مكان، يدعك قوي. وناس كتير برضو هتختلف معايا، تقعد تقول لك إيه ده، ودول بتوع الأهلي، بتوع الأهلي مشوا ده عشان يقعد أيوة يا سيدي، يروح يغسل صحون، يروح يغسل مش عارف إيه، يروح يعمل مش تقليلا من اللاعب ده، هو ده بياخد خبرات عشان لما يجي يعرف كويس قوي إن هو جاي يلعب في النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني مواجهات، يعني أفريقيا، يعني ترجي، يعني مازيمبي، يعني القطن الكاميروني، يعني بطولات عربية، يعني الوصل الإماراتي، يعني الهلال السعودي، يعني النصر السعودي، يعني اتحاد جدة، يعني بتتكلم في حتى على المستوى المحلي، يعني زمالك، يعني إسماعيلي، يعني المصري، يعني سموحة، كده يعرف يعني سيطر. أنت بتفرض يعني شخصيتك وقناعاتك على الأقل منك، مش ممكن ابدا تبقى انت اقل وتفرض قناعاتك او فكرك او شخصيتك على اللي اكتر منك. مش هو ده الصح في عالم الكوره. دايما انت شخصيتك بتغلب اي حد بقدراتك ومهاراتك وشخصيتك وطريقه تفكيرك وتواجدك. يعني امبارح بتاع امبارح انتهى، مش عايز اتكلم فيه كتير، انا عايز اتكلم في بكره.